But in the verse that I read to you, the word is stated, Mal Masih ibn Maryama illa Rasul. Most certainly, Messiah, the son of Mary, is no more than a messenger. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ. Many were the messengers that passed away before him. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. And his mother was a virtuous woman. She was a saintly woman, Mary, the mother of Jesus. She was a virtuous woman, a saintly woman. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ. And they both ate food. We all eat food. Why does God Almighty want to draw attention to the fact that they both, mother and son, they both ate food? Because he's trying to tell you that anyone that eats food can never be your God. He's not worthy of worship. In the Roman Catholic Church, they worship Mary as the mother of God. The Christians, generally, they say Jesus is God. They worship him. God Almighty says that they both ate food. In other words, if you eat food, you have a call of nature. You need the toilet. And if there's no toilet, you look for the rocks or the bush. And this is not the quality of God. God doesn't go to toilets. He doesn't look for bush and rocks to excrete. He doesn't do that. Listen. The verse continues, Unzur. Have a look. Kaifa nubayyinu lahumul ayati. See how clear we are making our signs to you. How clearly, simply we are putting facts to you. Summanzur. He said, have another look. Anna yufikun. How they have drifted away from the truth. Chapter 5, verse 78. Jesus is the Messiah, one of the mightiest messengers of God, but he's not God. مات أتعتقدون حقا أن الله مات تقولون إنه أزلي خالد وعندما يموت ماذا يحدث لمخلوقاته تعلمون أن الكهرباء في هذه القاعة تأتي من محطة توليد الكهرباء إذا تعطل التيار هناك فماذا نفعل بالأزرار هنا ينتهي الأمر وتغرقون في ظلام إذا كان نور الله قد انطفأ فمن كان يدير شؤون الكون من كان يسيره طوال 3 أيام و3 ليال عندما كان في القبر ميتا كما يدعي المسيحيون من كان يرعى العالم أثناء هذه المدة I say Jesus Christ never claimed at any time I am God or worship أقول إن يسوع المسيح لم يدعي قط في أي وقت أنه إله ولم يقل للناس اعبدوني بل على العكس من ذلك قال أبي أعظم مني John chapter 20 verse 29 وقال أبي أعظم من الكل John chapter 5 verse 30 He said I can do nothing وقال أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا والله يستطيع أن يفعل أي شيء وأخي شرش يقول إن الله يستطيع أن يصير إنسانا لأنه قادر على أن يفعل أي شيء وأقول إنه لا يستطيع ذلك هل معنى ذلك أنني أحد من قدرة الله؟ كلا إني أتحدى أيا كان أن يبرهن لي على أن الله يقدر أن يخلق إلها آخر فهو غير مخلوق ويستطيع أن يخلق إلها آخر غير مخلوق وهو أزلي لا بداية له ويستطيع أن يخلق إلها آخر مثله في الأزلية أين وكيف فمجرد أن يخلق شخصا يصبح هذا مخلوقا وهذا يعني أن الله لا يقدر أن يخلق ما ليس بمخلوق هذا حكم المنطق السليم هذا ليس موجودا لا في النصوص العبرية ولا الإغريقية إنما تكتبونه هو ما تودون أن تؤمنوا به وما ترغبوا أن تجعلوا الناس يؤمنون به إن هذه ليست ترجمة أمينة ومن ثم فأنا أقول عن كلام عيسى إن هذا ليس بكلام عيسى فماذا قال عيسى عيسى يقول وأبي أعظم مني وأنا هنا أقتطف من الإنجيل ثم يقول ثانية وأبي أعظم من الجميع ثم يقول وأنا بنفسي ليس
بوسعي عمل شيء. لاحظ أنني ما زلت أقتبس يا سيدي. وما كنت أقتبسه أنت كان من أسفار العبرانيين وسفر الرسالة إلى فيليبيا. هل قلت لي من هذا الفيليبي وأهل غلاطيا وكورنثوس وتسالونيكي؟ من كل هؤلاء؟ من كل هؤلاء؟ هل هؤلاء عيسى؟ لا، إنما كل هذا كلام بولس بولس بولس. إنني أود أن أعرف ماذا قال سيدنا عيسى. إنني أحبه وأحترمه وأرغب في اتباعه، لكنني أود أن أعرف ماذا قال عيسى. امنحوني كلامه وليس كلام أي شخص آخر. لا تعطوني ما فكر فيه هذا الشخص الآخر، أو ما رأى أنه المقصود، أو ما ظن أنه المتضمن في الكلام. إن الدين والخلاص لا يعتمدان على تأويل الناس وتفسيراتهم، سواء أكنت أنا أي أو أي شخص آخر. إنني أود أن أعرف ما قاله السيد. لقد قال: إن الكلام الذي تسمعونه ليس بكلامي. فقد قال عيسى: إن الآب الذي أرسلني أعطاني أمرا بما ينبغي أن أقول وبما يجب أن أتحدث به، فأتحدث به حينما يأمرني بذلك. إذن فماذا يقول هو الحق؟ نعم، ما قاله عيسى هو الحقيقة. وقد يكون فهمكم لما يقوله بشكل مختلف، وهو ما أفضل أن ألتزم به في رأيي. فأنا أفضل أن أضع رقبتي على المقصرة فأحدوها كما يحلو لكم، لكن أظهر سلطان عيسى وأنه قال إنه إله ورب. أظهر لي أن عيسى قال اعبدوني. إن الوقت ما زال أمامك، ما زال لديك 10 دقائق متبقية، وأنا أتحدث باللغة الإنجليزية البسيطة للغاية. إنني لا أطلب إلا كلمات عيسى، حيث يقول: وأتمنى أن تفهموا جميعا هذه اللغة الإنجليزية البسيطة. أقول: حيث يقول عيسى: أنا الله اعبدوني. أتمنى خلال 10 دقائق القادمة التي ما زالت أمام القس أن يتمكن من أن يتلو علي أو يبين لي الآية أو الفقرة التي يقول فيها عيسى: إنني الله اعبدوني. وأنا أقول: إنك لن تجد هذا الدليل، ذلك لأنني قد وضعت رأسي على حد المقصلة. إن نجحت. Into the house of the Lord. Correct, sir? Yes, I'm following. Yes. And going on to verse 14, Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it, and Hezekiah, and on, word for word the same. Yes. But, sir, I'm not reading from the book of Isaiah, I'm reading from the book of Kings. Question remains: where does he say I'm God, or where he says worship me, or where does he say that I and God Almighty are one and the same thing? Is there a single Christian who can give me a verse that me and God Almighty are one and the same thing? Is there a Christian in this vast audience who can give me John 14? No, what does it say? John 14, what does it say? That I am right. John, no, the reference is incorrect. 14:6. No, the reference is not 14:6. The reference is the quotation is right. I and my Father are one. The quotation is correct. But it is John chapter 10 verse 30. Correct. It says here, Book of Isaiah, sir. The prince of the prophets. You say the fifth gospel. Isaiah, book of Isaiah, the fifth gospel. In the same day, the Lord will shave with a hired razor. The Lord means God, will shave with a hired razor. Wahjam, Allah. Hired razor, this one here, sir. They didn't have safety razors then. Hired razor. The cutthroat, we call them cutthroats. With those from beyond the river, with the king of Assyria, the head and the hair of the legs. He will shave your head and the hair of your legs. It doesn't say how high. You tell that to a barber today, you know, to shave. He said, don't you know about Imac or Veet or what has it been? You know, in England, man, you see these adverts every day. God Almighty, he takes this and he's going to shave people's legs, hair on the legs. What are you trying to do to God, ya akhi?
Yeah.